مشاهدينا اهلا بحضراتكم. بالرغم من ان الرئيس الامريكي جو بايدن واسرته من بينهم الابن الاول كانوا في منتجع كام ديفيد خلال عطله نهايه الاسبوع احتفالا بعيد الاستقلال الا ان العثور على مسحوق ابيض في البيت الابيض مساء يوم الاحد اثار تكهنات رواد تويتر وبعض الجمهوريين حول ما اذا كان الكوكايين حسب ما تبين فيما بعد يخص هانتر بايدن ابن الرئيس نظرا لتاريخه السابق مع الادمان ام لا. صحيفة نيويورك بوست الأمريكية سلطت الضوء على العثور على مسحوق أبيض في البيت الأبيض تبين فيما بعد إنه كوكايين وقالت إنه تم العثور عليه في الجناح الغربي واللي تم إخلاقه لفترة قصيرة يوم الأحد الماضي وتم استدعاء فريق للتأكد من المادة ذكر نداء الارسال الاولي انه تم العثور على ماده المسحوق الابيض في مكتبه السكن بالطابق الارضي من المبنى ومع ذلك قال مسؤولون مطلعين على الحادث لصحيفه نيويورك بوس ان الكوكايين المزعوم تم العثور عليه في منطقه في الجناح الغربي يمكن الوصول ليها من قبل موظفي البيت الابيض او الضيوف الجناح الغربي هو القلب الإداري للرئاسة يتضمن المكتب البيضاوي مكاتب الموظفين التنفيذيين وغرفة مجلس الوزراء وغرفة روزفلت وغرفة الإحاطة الصحفية أوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والبالغ من العمر 80 عام كان في كام ديفيد وهو منتجع عريفي بيخص رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقت وقوع الحادث وأيضا ابنه هانتر اللي اعترف بإدمان الكوكايين في الماضي والمتحدث في البيت الأبيض باسم البيت الأبيض في وقت لاحق في بيان قال إنه سيتم إجراء مزيد من الاختبارات للتأكد من إن المادة عبارة عن كوكايين بالفعل من هذا. حاول السلطات تحديد كيفية دخول المادة إلى البيت الأبيض بعد ما عثر عميل الخدمة السرية على المسحوق أثناء عملية مسح روتينية للمبنى أثارت أخبار الاختبار الإيجابي سخرية من بعض المعلقين المحافظين الغاضبين بالفعل من معاملة وسائل الإعلام للابن الأول، لا سيما بعد ظهور تفاصيل جديده حول ادمانه وقيادته وهو مدخن المقدرات ومخالفته السرعه في واقعة اخرى. في وقت سابق من هذا الصيف تم تسريب مقطع فيديو بيظهر فيه هانتر بايدن وهو يدخن اثناء القياده في احد احياء ارلينغتون واظهر الفيديو ايضا انه كان بيقود سيارته فوق الحد الاقصى للسرعه المناسبه. دي كانت تفاصيل واقعة الكوكايين المثيرة للجدل في البيت الابيض وما يثار حولها التحقيقات ما زالت مستمره واحنا مستمرين مع حضراتكم في متابعه كل ما هو جديد بشكركم شكرا جزيلا على المتابعه وانتظرونا دائما في مزيد وإلى اللقاء